رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع ملك المطبخ شيف محمود سعد، وعامل لنا النهارده حاجه خطيره. هسيبه هو بقى اللي يقول. سلم عليك يا مها. طبعا يعني مها انا ببقى مبسوطه قوي وانا معاك في المطبخ. والله بجد والله العظيم، وكل اللي بيتفرجوا علينا كمان بيبقوا مبسوطين بوجودك في المطبخ اللي بينور المطبخ. سلم عليكم. ربنا يخليك. في برنامجنا وفي مطبخنا الجميل في مطبخ ستات ما عرفوش يكذبوا، جبنا النهارده فراخ. احنا الاسبوع ده كله عاملين فراخ، النهارده نوع جديد من الفراخ، جايبين بطاطا وبطاطس وجزر، وعاملين صينيه فراخ بالبطاطا والبطاطس والجزر. حلوه قوي الفكره دي. حلوه قوي موضوع البطاطا ده. ده موضوع كبير قوي. وعامل شويه صوص حلوين قوي كلنا بنحبهم. ايه هم؟ التوميه. مين ما بيحبش التوميه؟ وعاملها بطريقه سهله جدا. كل هنحتاجه مج ازاز او كوبايه ازاز او برطمان ازاز، ويا سلام لو في الهاند بلندر عندكم، ولو ما فيش ينفع في شفشق الخلاط، بس هقول تفصيله هتعجبكم جدا. خلونا الاول نقول مقادير الوصفه الاساسيه. يلا بينا. انا جايب كيلو من وراك الفراخ، وبحتاج بطاطا وبطاطس وجزر وشريحتين بصل، وبحتاج ملح وفلفل وجوز الطيب وشويه من بهارات الفراخ. ماشي. جاهزه؟ جاهزه. تلبسي جوانتي وتساعديني؟ ماشي. يلا بينا، تعالي هنا الناحيه دي على اليمين. كل اللي انا بحتاجه ان انا بحط وراك الفراخ. وراك الفراخ طبعا معموله من غير الجلد، يعني متشال الجلد بتاعها، وحاجه جميله جدا. كل اللي انا بحتاجه ان انا بعمل ايه؟ بحط شويه من بهارات الفراخ، ودي بيبقى فيها حبهان وورق لورا وجوز الطيب، مع شويه من جوز الطيب اهم. هموت افهم ورق لورا ده ولمسه فلفل اسود. ايوه، بيعمل ايه؟ عندي مشكله مع ورق لورا. وهنا شويه ملح. بص انا عملت التتبيله الخفيفه دي، وبعدين بحط شويه من الزيت، شويه زيت. انا الحقيقه هعمل حاجه حلوه واسيب مها تكمل التالق. التتبيله الجميله دي، بص يا مها. ايوه. كل اللي احنا بنعمله ان احنا الفراخ اتتبلت التتبيله الحلوه دي. ويا سلام لو حطينا عليها فصين ثلاثه من الثوم كمان، بتفرق جدا في التست. بصي بقى يا مها. طب ممكن نعيد تاني عشان برضو اللي ما خدش باله حطينا ايه على الفراخ؟ يبقى وراك الفراخ اهي، حاجه اهي وراك الفراخ عليها ملح وفلفل وجوز الطيب وشويه بهارات الفراخ. وبهارات الفراخ الاساسي فيها حبهان وشويه من ورق اللورا وملح وفلفل اسود والحركات الحلوه. انا مجرد ان انا تبلت الصينيه بالشكل الجميل ده، ونقعد نضيق المسافات كده. كل اللي انا بحتاجه اجيب بطاطسايه احطها هنا كده، وواحده بطاطا هنا كده، وكمان واحده بطاطس تاني، وواحده جزر. يبقى لو عملنا الصينيه دي بالكامل من فوق، لو قدرتي تعملي ده. أيوة. يبقى طبعا الموضوع مميز جدا. وانت بتعملي الحركات الحلوه دي، عايز اقول لك ان الوصفه دي من الوصفات السهله قوي قوي. الله يا مها. بطاطا. ايوه. استنى، بطاطا، بطاطس، بطاطا، بطاطس، جزر. اوكي. اي حاجه بس ما يعني بطاطا. طب البطاطس. البطاطس. تعالوا اقول لكم طريقه التوميه. طريقه التوميه عشان تطلع ناجحه، وهي مها بترص الصينيه الحلوه بتاعه الفراخ، كل اللي محتاجينه البرطمان ده. اخد يا مها المعلقه دي. اتفضل. كل اللي احنا محتاجينه، بصوا، معلقه توم كبيره مفرومه في الهون عشان تطلع كل الزيوت الحلوه. وبعدين سر من الاسرار، بياض بيضه او اتنين عليهم اهم. وبعدين بيضه، يعني بيضه، يعني مش مهم قد ايه بيض، يعني بياض واحده، يعني بيضه كبيره. اوكي. وربع معلقه صغيره من ملح الليمون. ماشي يا مها؟ ماشي. ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. وانت عامله جو جامد قوي قوي، في لوحه بتترسم هنا بالبطاطا والبطاطس والجزر مع وراك الفراخ من تحت، اللي عليها الثوم مع التوابل البهارات مع جوز الطيب. موضوع فن. انا شايف فيه فن. وانا والله شايفه فن. مها الصغير برضو، مها يعني مها الصغير هتعمل ايه غير تقعد ترص كده راتاتوي؟ عارفين طريقه الراتاتوي؟ موضوع جامد قوي. موضوع جامد طبعا. الوصفه دي بقى من حلاوتها ان هي لما بتستوي في الفرن ونقلبها، هوريكم الشكل النهائي بتاعها كمان دقيقه بالظبط. بس خلونا اراجع معاكم على التوميه، عشان التوميه دي كل الاطفال والكبار بيحبوها في البيت وما بتنجحش معاهم. عشان تنجح معاهم، انت عارف انا كنت فاكره معلقه ملح. انا كنت فاكره حاجه غلط خالص، كنت فاكراها بيعملوها من مايونيز.
في ناس بتحط مايونيز عليه توم وبيقولوا توميه، بس بصي بقى السر ما بحبش بقى ده. يبقى بصي بقى هدوائك ده وهتقولي ماشي. هتقولي انا اكلت احلى توميه. انا هقول كل حاجه. يبقى بياض البيضه اه مع معلقه الثوم وملح وملح ليمون رشه صغيره وكوبايه زيت. خلاص بياض البيضه ملح ملح ليمون وكوبايه زيت. اي زيت ها؟ اي زيت، زيت ذره حلوه. وبعدين كده بنعمل دي كده ونقفل ونشغل بقى. بصي بقى التحول. والثوم والثوم في حاجه سحريه بتحصل. ايه ده؟ ايه هي؟ ان هتلاقي القوام تقل. خلي دي هنا كده اهي. بص القوام بقى تقيل ازاي. ما انا ده ايه اللذاذه دي. بصي القوام ابتدى أيوه. يبقى خلاص بقى عشان تومية. عشان نخلي القوام خفيف شويه. سحر يا جماعه، احنا بنعمل سحر. بنعمل سحر فعلا. عشان نخلي القوام خفيف شويه بيبقى عندنا ميه متلجه. مجرد ان احنا نحط معلقه ميه، بس معلقه واحده من الميه عشان ما تخفش مننا. نخلي بالنا معلقه ميه واحده. اصل لو خفت قوي مش هتبقى حلوه. بالظبط، معلقه ميه ساقعه. وننزل تاني ونشوف بقى الموضوع ده عامل ازاي. طيب احط بقى دي في الفرن؟ لا كمليها للاخر اهو. لا اقفليها، مش عايز الفراخ تبان. مش عايز الفراخ تبان. بالظبط، مش عايز الفراخ تبان. بصي بقى هنا نجيب الطبق الحلو ده. كله انت عايز كله؟ كله. انا فاكره بس من هنا. لا كله. بصي بقى هنا التومية. تمام. بصي التوميه مها. بصي لا انا دلوقتي ايه. بصي القوام ده في مهمه صعبه لازم اخلصها. الموضوع هنا كبير قوي مها برضو. بصي بص القوام بتاع التوميه اللي انت بتحبيها تحفه اهي كده. ايوه. وبعدين نعمل كده. ماشي كده اهو طبق التوميه رتاتوي فعلا. وتعالي بقى اوريكي بقى الطبق اللي انت بتعمليه ده يا مها بعد ما يخلص ويطلع من الفرن. انا لو كنت اعرف ان انت عايز تخبي كل الفراخ كنت عملتها من بدري. عشان كده فضلت يعني واقفه ببص. ودي لمسه جوز الطيب على الوش بقى ولمسه بهارات. طبعا انا غطيت الله على الشكل الحلو. بص بقى غطيت يعني الصينيه دي لمده قد ايه؟ لمده ربع ساعه. وبعدين شلت الغطا اهي ونقفل الفرن. وتعالي بقى نعمل الحركه الشهيره هي مها. مها بصي هنا. ايوه شايف. بعد ما استوت قعدت حوالي 45 دقيقة في الفرن. نحط الطبق. حط دي بقى في الفرن. ونقلبها. حطي دي في الفرن. بس في عندك فويل. بص بقى الشكل الحلو ده. أهو. الله الله الله. الشكل الحلو ده ناخده ونروح بيه هناك. مها. احنا. تعالي بصي. بصوا التحفة. احنا الوقت خلص، وقت البرنامج خلص. جربوا الأكلة دي في البيت ونشوفكم بكرة إن شاء الله. في حلقة جديدة. وشكرا شيف محمود. ميرسي. هنشوفكم بكرة إن شاء الله. والستات ما يعرفوش يكذبوا.